يا سيدي يسوع محب البشر الصالح، أسألك لا تطرحني على شمالك مع الجداء الخطر، ولا تقل لي أيضا إني ما أعرفك، اذهب عني أيها المعد للنار الأبدية، لأني أعلم بالحقيقة إني خاطئ، وأعمال الرديئة كلها ظاهرة أمامك. أقول بصوت العشر صارخا قائلا، اللهم اغفر لي أنا الخاطي. أخطأت أخطأت يا ربي يسوع اغفر لي، لأنه ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا مغفرة. أعطيني يا ربي توبة لكي أتوب قبل أن يسد الموت فمي في أبواب الجحيم. وأعطي أيضا جوابا عن كل ما فعلته، يسوع القاضي العادل هو الذي يدينني، رؤوف ومخلصي يترأف على شعبي كصالح ومحب البشر، ارحمنا كعظيم رحمتك.